رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: من الضروري أن توحد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي جهودهما لحماية الشعب الأفغاني، خاصة النساء والفتيات اللواتي يواجهن الخطر الأكبر. على طالبان أن تعلم أن العالم يراقبها وأنه لن يقبل بمعاملة النساء والفتيات بصورة وحشية. تجدر الإشادة بالرئيس بايدن على قيادته القوية وإصراره الاستثنائي على إنهاء الانخراط الأمريكي في أفغانستان. خلال العام الماضي لم يقتل أي جندي أمريكي في أفغانستان. كنا ما نزال هناك من أجل ضمان ألا ينهار الوضع المستقر نسبياً وتتحول أفغانستان مرة أخرى إلى ملاذ للإرهابيين. ما نشاهده هو كارثة كبيرة تلطخ سمعة الولايات المتحدة. كل تنظيم إرهابي عبر العالم في سوريا والعراق واليمن وإفريقيا يفرح اليوم بهزيمة الجيش الأمريكي على يد منظمة إرهابية في أفغانستان. نزعت إدارة ترامب الشرعية عن الحكومة الأفغانية وقامت بإقصائها، وتفاوضت مع حركة طالبان الإرهابية ووقعت اتفاقاً معهم، وهو أمر ما كان يجب علينا القيام به أبداً. لكن بدوره لم يكن على الرئيس بايدن أن يقوم بسحب القوات، لذلك عندما ننظر إلى كيف وصلنا إلى هذه النتيجة يجب إلقاء اللوم على إدارتي ترامب وبايدن. عندما تتبنى أمريكا سياسة الانسحاب فإن ذلك يجعلنا أقل أمناً وسيطيل أمد الحرب. السناتور الديمقراطي تشاك تشومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي: الرئيس بايدن محق في إنهاء انخراطنا العسكري الطويل في أفغانستان. الأولوية الآن هي لتوفير الإجلاء الآمن للأمريكيين وحلفائنا وشركائنا من الأفغان الشجعان الذين عملوا معنا. لقد تخلينا عن الأشخاص الذين حاربوا إلى جانبنا. خلقنا الظروف لهجمات مشابهة لهجمات 11 من سبتمبر أيلول. هذا التخبط في أفغانستان يجعلنا نبدو ضعفاء أمام العالم برمته. أتمنى أن ينصت الرئيس هذه المرة للقادة العسكريين ويزيد من حضورنا في أفغانستان لإخراج الناس من هناك. كان يمكن تفادي كل هذا. السناتور الديمقراطي مارك وورنر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: حققت طالبان المكاسب بعد أن أثبتت قوات الأمن الوطنية الأفغانية أنها غير قادرة أو غير راغبة في الدفاع ضد تقدم طالبان في كابل وفي جميع أنحاء البلاد. سأعمل مع اللجان المختصة لطرح أسئلة صعبة ولكنها ضرورية حول سبب عدم استعدادنا بشكل أفضل لسيناريو الانهيار السريع والكامل للحكومة الأفغانية ولقوات الأمن. جون كاتكو نائب جمهوري: مؤسف جدا تمسك الرئيس بايدن بقراره الفاشل والمتسرع بالانسحاب والتخلي عن الجيش الأفغاني. هذا الانسحاب الذي يهدد بتوفير ملاذ آمن للإرهابيين ويشكل خطرا حقيقيا على وطننا من الإرهاب الأجنبي. لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول الافتقار إلى الاستراتيجية والتخطيط وفشل الاستخبارات والتخلي عن قاعدة باغرام الجوية.